مشاهدينا اهلا وسهلا بكم في نشرة اخبار اليوم ونستهلها بابرز العناوين. مدير الصحة بتونس يؤكد عدم وجود سلالة جديدة لكورونا في تونس. بكلفة تناهز المليار اقتناء مستلزمات لضمان حسن التصرف في النفايات الصحية. ومسؤول ليبي يؤكد أن تشكيلة الحكومة ستسلم البرلمان اليوم. أهلا بكم من جديد في تفاصيل النشرة. أكد المدير الجهوي للصحة في ولاية تونس طارق بن ناصر عدم وجود أي إثباتات على أرض الواقع وعلى مستوى المستشفيات والمصحات عن وجود السلالة الجديدة المحلية لكورونا في تونس، كما لا توجد أي مؤشرات على أن هذه السلالة حتى وإن وجدت ستكون أكثر خطورة أو أكثر انتشارا، لأن عدد الإصابات بصدد الانخفاض ونفس الشيء بالنسبة للحالات الخطيرة وعدد الوفيات حسب قوله. وأكد طارق بن ناصر أنه مجرد اشتباه لوجود سلالة جديدة، وأنهم شبه متأكدون اليوم بنسبة 98% أنه لا وجود لهذه السلالة في تونس، وسيتم غدا الإعلان عن ذلك رسميا بعد صدور نتائج الأبحاث. وفي سياق متصل قال أن مؤشرات الوضع الصحي إيجابية في ولاية تونس وفي كامل ولاية الجمهورية نظرا لتسجيل انخفاض في عدد الإصابات اليومية إضافة إلى انخفاض في عدد الوفيات. وأوضح أن تحسن هذه المؤشرات تعود للإجراءات المتخذة من طرف اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا والالتزام بها من طرف المواطنين. في ذات السياق الصحي، اقتنت وزارة الصحة اليوم جميع المستلزمات المتعلقة بحسن التصرف في النفايات الصحية بكل المراكز المخصصة للتلقيح ضد فيروس كورونا بكلفة ناهزت 1 مليون دينار، حسب ما أفاد به اليوم مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي. وتتمثل هذه المستلزمات بالخصوص في حاويات الإبر المستعملة وأكياس الفضلات الصفراء والمواد المطهرة والسائل الكحولية المعقم وجميع مواد التنظيف وملتزماتها. وأضاف أن الوزارة ستقوم أياما قبل انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا بتوزيع هذه الملتزمات على مراكز التلقيح المنتشرة على كامل تراب الجمهورية وإجراء تقييم لمدى توفر شروط حفظ الصحة والنظافة بها باعتماد جثثات فنية لكل مراكز قبل انطلاقه في العمل وأثناء عمله. وأكد مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة أكد أن وزارة الصحة اتخذت جميع التدابير اللازمة لإجراء الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا في أفضل الظروف. في سياق آخر، دعت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الشبان من مواليد الثلاثية الأولى من سنة 2001 ومواليد السنوات السابقة والذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الأولى للسنة الجارية تنطلق بداية من يوم الاثنين غرة مارس إلى غاية آخر شهر مارس. وأكدت الوزارة أنه يتعين على الشبان المعنيين التقدم تلقائيا إلى المراكز الجهوية التجنيد والتعبئة الموجودة في تونس وسوسة باجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. في خبر آخر، قال مدير وحدة الإنتاج الحيواني باتحاد الفلاحة منور الصغيري قال إنه تم في الأيام الثلاث الأخيرة سكب 500,000 لتر من الحليب في الشوارع، مضيفا أن المصانع ليست لها الطاقة الكافية لاستيعاب فائض الإنتاج الذي وصل في بداية السنة إلى 40 مليون لتر، وبين أنه من بين الحلول لامتصاص هذا الفائض هو إعادة تشغيل وحدة تجفيف الحليب فضلا عن التصدير. كما بين أنه
رغم الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم تصدير مادة الحليب، فقد خسر تونس السوق التقليدية، وهي السوق الليبية التي تستقطب اليوم أكثر من 60 نوعاً من الحليب من جميع أنحاء العالم. إلى خبر آخر، حيث نفذ أعوان الديوان بتطاوين والمعبر الحدودي ذهب وازن ابتداء من اليوم وقفات احتجاجية يومية من الساعة 8 صباحا إلى 4 مساء وطيلة أسبوع، مع عدم رفع المخالفات الديوانية والاقتصار فقط على العمل الأمني، وذلك للمطالبة بالتسريع بإصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنية وتصحيح المسار المهني لأعوان الديوان التونسية على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014. ويأتي هذا التحرك بدعوة من النقابة الموحدة لأعوان الديوان التونسية، كما يطالب المحتجون بالتسريع في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سن التقاعد القصوى بسبب 57 سنة وتحيين منحة الخطر ومنحة الساعات الإضافية. أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصري أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن موقوفين اثنين من معتصمي حقل الدولاب البترولي بعد أن تم إيقافهم الأسبوع المنقضي عقب وقوع مواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن في منطقة الدولاب. ويشار لأن المحكمة الابتدائية بالقصرين كانت قد أفرجت يوم الثلاثاء المنقضي عن 11 موقوفا من معتصمي حقل الدولاب بعد إيقافهم إثر مواجهات جمعت بينهم وبين قوات الأمن أمام مقر ولاية القصرين. واندلعت التحركات الاحتجاجية منذ أشهر بمنطقة الدولاب البترولية، طالب فيها عدد من المتساكنين معتمدية العيون بالتنمية والتشغيل. في الشأن السياسي، كشف الحزب الدستوري الحر أن الإدارة العامة للجمعيات أرسلت تنبيها إلى فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس بخصوص جملة من المخالفات وفق ما جاء في بيان للحزب اليوم. وأشار الحزب إلى أن هذا التنبيه يأتي استجابة إلى طلب توجه به إلى إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة وبعد 100 يوم من اعتصام الغضب من أجل تفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 من سبتمبر 2011 والمتعلق بالجمعيات والانطلاق في إجراءات حل تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وأوضح البيان أن التنبيه المذكور يتعلق بمخالفة مقتضيات الفصل الأول والثاني من الدستور والفصل الثالث من مرسوم الجمعيات باعتبار تضمن النظام الأساسي للجمعية الأم بنودا تؤكد سعي هذا التنظيم لتفويض أسس الجمهورية وضرب مدنية الدولة وفق نص البيان. كما تضمنت المراسلة وفق الدستورية الحر مخالفة القوانين المتعلقة بالمنظومة التربوية باعتبار تحويل هذه الجمعية لمعهد تأهيل شرعي والتأسيس لمنظومة تربوية موازية للمنظومة التربوية الرسمية. أما المخالفة الثالثة فتتعلق بالفصل الرابع من مرسوم الجمعيات باعتبار أن هذا الفصل يلزم الجمعيات بأن تكون بعيدة عن التعصب أو التمييز على أسس دينية ويحجر عليها جمع الأموال لدعم أحزاب سياسية، في حين يتلقى التنظيم تمويلات خارجية وأمين ماله وقياداته أعضاء في حركة النهضة، إضافة إلى مخالفة تتعلق بعدم معرفة مصادر تمويل الجمعية الأم مما يمثل شبهة تبييض الأموال طبق قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015 حسب البيان. إلى الشأن العالمي، حيث قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة الليبية محمد حمودة، قال إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبي سيقدم التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب اليوم دون أن يقدم تفاصيل عن قائمة المرشحين أو مقر انعقادي مجلس النواب حين تقديم التشكيلة. تقرير عماد جبلة نشاهده.
قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي سيرت الحوار الليبي إنه في حال إخفاق مجلس نواب الشعب في منح الثقة للحكومة المقترحة سيحال الأمر إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي. وكان دبيبة قد بحث أمس الأربعاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس البعثة الأممية في ليبيا يانكو بيتش التقدم المحرز في التشكيلة الوزارية المرتقبة. وفق بيان البعثة الأممية في ليبيا فقد ناقش الطرفان أيضا الجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب من أجل منح الثقة للتشكيلة الحكومية دون ذكر التفاصيل. وفي 13 فبراير الجاري أعلن دبيبة البدء فعليا في تقييم كل السير الذاتية المقدمة من المرشحين، مؤكدا أن اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة. وفي ذات السياق بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد وعملية منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وشدد المشري خلال لقاء بالعاصمة طرابلس على ضرورة تشكيل الحكومة على أساس الكفاءات مع مراعاة التوزيع الجغرافي. وطالب المشري كذلك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق من أجل الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد. كما بحث المنفي مع عدد من أعضاء لجنة الحوار السياسي آخر التطورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء في العاصمة طرابلس تناول أيضا آخر المستجدات على الساحة الليبية. والآن نمر إلى أحداث التي توافق اليوم 25 من شهر فبراير في فقرة حدث في مثل هذا اليوم. في مثل هذا اليوم من سنة 1945 تأسيس حزب الأمة السوداني على يد عبد الرحمن المهدي زعيم جماعة الأنصار المهدية كامتداد سياسي للحركة المهدية في السودان وكان شعارها السودان للسودانيين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 50-900 الشيخ عبدالله السالم الصباح يتسلم رسمياً الحكم في الكويت، وما زالت الكويت تحتفل بهذا اليوم وتعتبره عيدها الوطنية. وفي مثل هذا اليوم من سنة 54-900 الرئيس السوري أديب الشيشكلي يفر إلى بيروت بعد انقلاب عسكري أنهى فترة حكمه الثانية. وفي مثل هذا اليوم من سنة 66-900 تعيين نور الدين الأتاسي رئيسا للجمهورية العربية السورية بعد يومين من انقلاب عسكري داخل حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم أطاح بالرئيس أمين الحافظ. وفي مثل هذا اليوم من سنة 84-900 الولايات المتحدة تكمل انسحاب آخر جنودها من العاصمة اللبنانية بيروت. وفي مثل هذا اليوم من سنة 86-900 فرار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس وعائلته بعد اضطرابات شهدتها الفلبين ضد حكمه، وتولي المعارضة كورازون أكينو الرئاسة بدعم من الجيش. وفي مثل هذا اليوم من سنة 91-900 مجموعة من صواريخ سكود تصيب ثكنات للجيش الأمريكي في مدينة الظهران في المملكة العربية السعودية وتقتل 29 جندي أمريكيا وتصيب 99 آخرين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 1992 أسرع أكثر من 700 مدني أذربيجاني في مجزرة على يد القوات الأرمينية في إقليم غراباغ. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض الإخباري، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مدير الصحة بتونس يؤكد عدم وجود سلالة جديدة لكورونا في تونس. بكلفة تناهز المليار اقتناء مستلزمات لضمان حسن التصرف في النفايات الصحية.
ومسؤول ليبي يؤكد أن تشكيلة الحكومة ستسلم للبرلمان الليبي اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.